اللي هيطلع هيلاقي وراه مليون واحد طالع. انا دلوقتي طالع، حتى لو اطلع اقعد فوق لوحدي انا طالع على مسؤوليتي الشخصيه وعلى اللي هيطلع معايا. الموضوع ده هنقابله في كل حاجة، في مادة، في ميك اب، في كل حاجة. لو ما احترموش صوتنا دلوقتي مش هيحترموه بعد كده. اللي بيشيل مادة وبيشيلها ظلم ولا امتحان ولا أي حاجة محدش هيسمع لك بعد كده. اللي بيمشي دلوقتي محدش هيسمع لك بعد كده. احنا قاعدين بناخد موقف ان احنا صوتنا لازم يتسمع، وان احنا حقنا ان انتوا تسمعوا صوتنا. ما بنطلبش حاجه زياده، ما بنطلبش حاجه كبيره، كل بنطلبه صوره ولا نظر، مش حوار. انتوا اللي عاوزين تفهمونا ان احنا بس بندفع فلوس ونمشي، ولا احنا عملاء؟ لا، الجامعه دي بتاعتنا، ولا الجامعه دي احنا شركاء فيها، ولا احنا لينا راي. يا اما هتمشوه معانا وهنمشي مع بعض بان احنا نشارك بعض في الجامعه دي فالجامعه دي تكبر، وده اللي احنا عاوزينه، يا اما انتوا عاوزين تصطدموا معانا. واحنا في كل الحالات مش هنتخلى عن راينا. الموضوع مش موضوع نظر، الموضوع راي طلب. الساعه دلوقتي 3 بالظبط، احنا واقفين بقالنا 3 ساعات بنطلب حاجه بداناها عشان محمد صلاح مات. تمام؟ انا اسمي كرولوس عوني، كنت صاحب كريم خزان بقالي 7 سنين قبل ما يموت، وكنت معاه في بورسعيد. محمد صلاح كلمني يوم الماتش وقال لي تعالى معايا، واخدتها بهزار قلت له انا اهلاوي ما بروحش ماتشات زمالك. انا دفعه محمد صلاح، ومحمد صلاح كان اكتر من اخ ليا، ومن ساعه ما بدانا مفيش واحد من دفعه محمد صلاح قدر يفتح بقه. احنا صوتنا مكسور، ظهرنا مكسور، اصغر واحد في دفعتنا سبقنا كلنا. دكتور اشرف منصور اللي لو يعني بعد اذنكم لو في حد فيكم هتف، مش باستهتار، مش قصدي ان انا اغلقكم، لكن لو في واحد فيكم هتف باستهتار ضد بنته، بنت اشرف منصور كانت اكتر من اخ لمحمد صلاح. بنت اشرف منصور اختنا ومحمد صلاح اخونا. انا عايز اقول حاجه بعد اذنك. السكيورتي اللي واقف هناك انا بقولها لك، وصلها للي مشغلك. لو انتوا مش راضيين تبنوا لنا حاجه، احنا في اركتكشر الحمد لله الحاجه الوحيده اللي اتعلمناها ان احنا نبني، هنبنيها لكم بايدينا. الرساله وصلت كده عشان الطلوع. خلاص مفيش مشكله، احنا دلوقتي انتوا عايزين حاجه، رساله وصلتوها لاداره الجامعه. وصلت الرساله؟ لا. قيادات الجامعه جت وقت تتكلم معاك ولا لا؟ جميل. اوكي تمام. اديني يا سيدي الطلب اللي انا هدخله رئيس الجامعه. هجيبه لك رئيس الجامعه. يا سيدي هات رئيس الجامعه. يا جماعه هاتوا يا جماعه. ما هو برضه يا جماعه رئيس الجامعه بيمثل جهه في قدامه في جهه اعلى منه اللي هي مجلس الامناء. حضرتك عايز كده قول لي ميعاد هيترد عليا فيه. بالظبط. انا عايز ميعاد. يا جماعه ما ينفعش واحد بس بيتكلم. ثواني، احنا عايزين معاد قبل العيد. امتى بقى؟ اديني الورق. اديني الورق اجيب لك الميعاد. هات الورق. ثواني بس، هات الورق. ثواني يا اشرف، هات الورق. ايوه. امتى بقى الميعاد؟ امتى بقى؟ الناس اللي وقفت دي وقفت ليه يا جماعه؟ الناس دي محتاجه حاجه. هات الورق. هات الميعاد. احنا ادينا الورق لمكتب رئيس الجامعه واقول له اديني ميعاد عشان ارد على الناس. خلاص امتى؟ احنا مستنيين دكتور يحيى. بس طلب واحد،
اقل حاجه ترد بيها على الناس دي ميعاد باه او لا. حاضر. اه الناس دي حد معاد بس معاد. انا قلت لا انا قلت حاضر. حلو. الناس دي قاعده هنا لغايه ما يجي لها معاد. خلاص هو قال كلمته. عايزين ايه؟ عايزين معاد. عايزين معاد. عايزين معاد. عايزين معاد. احنا عرضنا يا جماعه الطلب بتاعكم على اداره الجامعه وكان الرد ان هو هيتعرض على مجلس الجامعه اللي هيوضع عليه انعقاده عشان دراسه الامر ده وهنرد عليكم في خلال اسبوع. هيترد علينا. هندعو لانعقاد مجلس الجامعة يتناقش في الطلب اللي انتوا قدمتوه وهنرد عليكم. مجلس الجامعة اللي هو مين معلش؟ يعني مجلس الأمراء ولا مجلس الجامعة اللي هو مجلس الجامعة اللي هو رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونواب عمداء الكليات. طب يا ترى بعد ما كده ممكن يقول لنا بعد كده مجلس الأمراء؟ الله اعلم. ما اقدرش اتنبأ بالغيب. انا ما اقدرش اتنبأ بالغيب. الكونسل ده هياخد قرار ولا هيقول انا هطلع القرار. انا ما اعرفش هو المجلس ده هياخد قرار يقول ايه. هل هو رد خلال اسبوع؟ الرد ده ممكن يبقى تسويف. ده اللي انا ما اقدرش احكمه من دلوقتي. انا ما اعرفش قرار مجلس الجامعه هل هيحيل الموضوع، هل عنده الصلاحيه والسلطه ان هو ياخد قرار او يحيله لاصحاب الجامعه ان هو اسبوع. كل اللي اتعمل هيتعمل تاني. العدد اللي جه هيجي اضعافه. هنستنى قرار. دور كل واحد فيكم انه بعد ما جه النهارده كمان اسبوع هيبقى عددنا اكتر من ده عشان نعرف الرد. الطلبه كلها هتستنى تسمع الرد هيكون ايه. نفس الميعاد ونفس المكان. هنتقابل في نفس المكان في نفس الميعاد الاسبوع اللي جاي.